بالانجليزي اسمها gut feeling، بالعربي بنعني بيها حاجه من جوه، احساسي، الحس الغريزي، لما تيجي تقول كده انا من جوه مش مرتاح، انا من جوه مرتاح، انا مبسوط. وبنشاور كده بالظبط على تقريبا فقدنا. القصه دي علميه جدا، كلنا فاهمين انه في ارتباط بشكل ما بين جهازنا الهضمي واحساسنا. لما بنكون مبسوطين مرتاحين واكلين اكل مش تعبنا بنبقى في احسن حالاتنا، والعكس لما بنكون بناكل اكل مش مظبوط هتلاقي كلك على بعضك متلخبط. دي الفكره البسيطه اللي عند كل الناس، انما الحقيقه القصه معقده اكتر من كده بكتير. اسمه gut brain axis او محور المعده او الجهاز الهضمي والمخ. العلاقه دي كومبلكس ومعقده جدا، وابحاث كتير جدا اشتغلت عليها. في الفيديو ده هنعرف يعني ايه gut feeling او احساسنا الداخلي، ازاي جهازنا الهضمي بيأثر بالفعل على مودنا وعلى احساسنا وعلى حالتنا المزاجيه عموما. علاقه كفاءه جهازنا الهضمي وصحته باحاسيسنا، يعني ايه لما تكون معدتنا مش مظبوطه قوي يبقى عندنا قلق او اكتئاب او توتر او اضطرابات نوم او حتى حاله مزاجيه مش مظبوطه. العلاقه دي بنسميها ليكي جت ليكي برين. زي ما في ارتشاح في الامعاء ممكن يحصل كمان ارتشاح في المخ. بتيجي ازاي دي بقى؟ او العلماء درسوها ازاي؟ مثلا على سبيل المثال احنا عارفين ان في امينو اسيد اسمه تريبتوفان. التريبتوفان ده هو الماده الخام اللي بنصنع منه هرمونات ونواقل عصبيه مهمه جدا، زي السيروتونين اللي احنا بنسميه هرمون السعاده. لما يكون مظبوط مزاجنا كله يكون مظبوط. لو انا عندي التهاب في جهازي الهضمي التريبتوفان ده بيتوجه لتصنيع حاجه تانيه خالص، مستقبلات عصبيه تانيه علشان يظبط حاله الالتهاب، وبالتالي الماده الخام لتصنيع هرمونات السعاده والانبساط والاطمئنان تقل، وبالتالي الالتهاب اللي في معدتي دفعت ثمنه في مخي عن طريق ان انا حالي مش مظبوط، متوتر وقلقان. طب القصه دي نحلها ازاي؟ نرجع ونقول انه قبل ما نتشخص بمشاكل امراض عصبيه ونفسيه ونعالج نقص السيروتونين ده عن طريق ادويه اسمها سيلكتيف سيروتونين ري ابتيك انهبيتور، اللي هي ادويه الاكتئاب المعروفه اللي احنا عارفينها، نرجع للروت كوز زي ما بيعلمنا الطب الوظيفي، السبب الجذري للمرض. هو ليه الهرمون ده نقص في المخ؟ لان الماده الخام بتاعته نتيجه لمشكله في الامعاء اتوجهت لتصنيع حاجه تانيه خالص. ساعتها بيكون الحل ان احنا يا نزود التريبتوفان ده يا اما ندور ليه التريبتوفان بيتسرق مننا. ايه اللي عمل التهاب في الامعاء؟ شكله ايه الاكل الغلط اللي المريض ده بياكله؟ ايه اللي بياكله زياده وايه اللي بياكله ناقص؟ وايه اللي مش مفروض ياكله اصلا وهو بياكله؟ ولو اتشال منه عن طريق نظام استبعاد او اليمينيشن دايت بناء على تحليل معينه كل القصه دي هتتحل. ولما مزاجه يتحل تقريبا كل منحى من مناحي حياته هيتظبط. مين فينا يقدر يشتغل ويعمل رياضه ويعمل انتاج ويفكر وهو مزاجه مش مظبوط او قلقان او مفكر في فكره مسيطره عليه واخده كل طاقته وتفكيره؟ عرفتوا يعني ايه جات فيلينج؟ عرفتوا يعني ايه ان السلام الداخلي بتاعنا ممكن يكون بدايته جهازنا الهضمي وسلامه وكفاءه جهازنا الهضمي؟ علشان كده بنقول انه it all starts in the gut، البدايه دايما في امعائك، واصلاح الامعاء هو هيكون بدايه اصلاح مخك وحالتك النفسيه.